على أنغام الفن الشعبي وأنغام الفنان المهدي نصيص، دخل مباشرة في الجو، أصبح نفس أجواء لاعبين الجبل رمزي المرسكاوي مع سموه البرعسي. توا فيه عندك علم؟ عندك علم سموه البرعسي؟ معلش انتم متاكدين ان هذا كونغولي؟ والله والله اظن الجنسيه كونغولي، اظن اللي ملقم بين درسي وبرعسي هذا. هذه الاشياء هذه تخفف، لا تخفف الضغط على اللاعب، لا يعادل حتى اللي يدل ان اللعيب اظن مريح نفسيا في المدينه الاخضر، والاجواء في المدينه الاخضر الناس راهو مشهودين بالكرم وجود مدينه البيضاء. انا لعبت معهم عبدو، الناس راهو اي لعيب يتاقلم، اي لعيب يتاقلم غادي جنب المهدي نصيص. المهدي نصيص راهو من احسن الفنانين في منطقه الجبل الاخضر. لا لا انا عندي فوزي صغيرون، واضح لا لا فوزي صغيرون عندي نخضر. هذا يدل على الانسجام اللاعب، انه هو اصبح يتعايش مع مدينه البيضاء حقيقه، يعني نشوفه الان وكانه جزء منها، وهذا عكس عليه حتى في الملعب، نشوفه في الملعب منسجم مع اللاعبين مع الجمهور الاخضر. فهذه الاشياء صراحه يعني تعطي يعني. طبعا وهذه تعطي تعكس راه في الملعب وتعطي ايجابيه. بصراحه انتباهي كابتن سمير ان الراجل فنان في الملعب وفنان خارج الملعب. صحيح. الفن يعني الفن هي قدره الانسان على التعبير عن مشاعره وقدرته على الابداع في التعبير، سواء كان في الملعب يعبر بطريقه جميله باداء، سواء كان في اللحظه هذه كيف يعبر بطريقه جميله عن مشاعره. الفن قمه احساس الانسان. والله اشوفوا تفاعلوا الكباتن كلهم مع الفيديو هذا، راوا الاستوديو هذا مرسكاوي بس، ما فيش حد عندنا مجمعة الرابط كويف يا في مكان ثاني هيك.